التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذه أحلام السويدي ترحب بكم وتلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبطة بنت سعود. برئاسة منصور بن زايد، لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية ممثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى المستشار الاتحادي أولاف تشولتز. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية المالديف. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الدكتور محمد مويزو. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائبا للرئيس. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقا لأحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي معرض أدبك 2023، وتفقد سموه خلال جولته في المعرض عددا من الأجنحة المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي تسهم في تعزيز جهود العمل المناخي من خلال تحول الطاقة وإزالة الكربون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة. واستمع سموه من العارضين إلى شرح موجز حول أبرز المشاريع والمبادرات في مجال الطاقة وأحدث الأفكار والحلول المعنية باستدامتها. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات قطعت شوطا مهما في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال وإطلاقها مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى مساهمتها في طرح الأفكار والمبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا سموه إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعا. وأشاد سموه بدور معرض أدبك في دعم جهود العمل المناخي، حيث أصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أحدث التوجهات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم تاكايوكي أويدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية إمبكس جوتكو المتخصصة في تطوير حقول النفط لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الطاقة ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة. وتناول اللقاء بحث فرص توسيع نطاق الشراكات الحالية لتسريع جهود إيجاد حلول طاقة منخفضة الانبعاثات. عقد هذا اللقاء خلال زيارة سموه مؤتمر ومعرض أدبك 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، والذي تستقطب فعالياته نخبة من الخبراء وقادة قطاع الطاقة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. هذا وتتواصل لليوم الثاني فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر أدبك 2023 بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي الذين يبحثون تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتعاون لبناء منظومة طاقة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وتستمر فعاليات المعرض والمؤتمر حتى يوم الخميس المقبل تحت شعار خفض الانبعاثات أسرع معا بمشاركة الأطراف المعنية في قطاع الطاقة وبحضور أكثر من 2200 شركة عالمية. ويمثل معرض ومؤتمر أدبك امتدادا لإرث عريق من الابتكار والتقدم يمتد لأكثر من 40 عاما في تعزيز التطلعات العالمية في قطاع الطاقة. الحدث العالمي أدبك الذي أصبح فعالية سنوية اعتبارا من العام 2013 بعد أن بدأ مسيرته العام 1984 كفعاليات تنعقد كل عامين. تاريخ هذا المؤتمر المهم ومعرضه الذي تطور عاما بعد عام في تقرير الزميلة مسك الماضي، فلنتابع. هو أحد أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها التمكين في قطاع النفط العالمي. منصة تحت مظلتها لغة التواصل، بداية من اكتشاف الأفكار الجديدة وصولاً إلى مناقشة مختلف القضايا على أجلها. لكن حكاية هذا المكان لم تبدأ من هنا، فعلى مر السنين نما ذلك المعرض الذي كان يسمى مؤتمر الإمارات لتكنولوجيا البترول بوتيرة متزايدة على صعيد المكانة والأهمية والحجم، حتى بات واحد من أكبر ثلاث فعاليات في القطاع العالمي. 22 من مايو عام 1984 استمر فندق الانتركونتيننتال أبوظبي في استضافة دورات عدة
لاحقة للمؤتمر، وذلك كل عامين، وجرت فعاليته وقتها فقط بتنظيم من أدنوك وجمعية مهندسي البترول. خضع اسم المؤتمر وشعاره وشكله للعديد من التغيرات والمعطيات، والتي كانت تتوالى بالتوازي مع المتغيرات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأيضاً قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة وتحديات قطاع الطاقة العالمي. وفي إبريل من العام 1986 انطلق المؤتمر في دورته الثانية بتعديل بسيط في اسمه الرسمي، والذي تغير إلى مؤتمر أبوظبي البترولي الثاني، لتليها الدورة الثالثة من المؤتمر بالمزيد من التغيرات. وشهد المؤتمر إضافة جديدة في اسمه الرسمي بإضافة كلمة معرض، ليصبح مؤتمر ومعرض أبوظبي البترولي الثالث، إلا أن الدورة الرابعة منه شكلت نقطة تحول مهمة في توجه المؤتمر، حيث انعقد في يونيو العام 1990 مرسخاً مكانة أدنوك وأبوظبي في قطاع النفط والغاز. وعلى نفس الوتيرة على مر السنين، بدأت قطاعات حيوية في دوراته المتلاحقة لتحطيها زخماً وتقدماً لمكانة المؤتمر والمعرض المرافق، إضافة إلى زيادة المساحة المقام عليها وارتفاع عدد الشركات المشاركة. وفي أكتوبر من عام 1994 تم اعتماد المؤتمر ليكون حدثاً دولياً، كما عرف بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك. ومنذ يومها أصبح منصة عالمية ليرسم ملامح مستقبل قطاعة الطاقة في العالم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير خارجية جمهورية تشيلي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة سانتياغو، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وناقش سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي ألبرتو فان كلافيرين مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات، كما بحث الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا الجنوبية الصديقة. استقبل معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي في واحة الكرامة معالي إيفان كوبراكوف وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات. واستعرض معالي إيفان كوبراكوف يرافقه معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطفى لتحية الضيف، بعدها قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد. واستمع وزير الداخلية بيلاروسي إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولة أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم والقيم الخالدة التي ستخلد بذاكرة الوطن. وأشار معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أن واحة الكرامة تجسد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، ورمزا للبطولة والشجاعة تتناقلها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز. وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة، سجل وزير الشؤون الداخلية
البيلاروسي كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. للأخبار بقية وتتابعون بعد الفاصل. غدا أول أيام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. أهلا بكم من جديد. يسدل اليوم الستار على الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والتي استمرت على مدار 23 يوما، وتبدأ غدا الأربعاء فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي تستمر لمدة يومين. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في فترة التصويت المبكر 4 و5 من أكتوبر سيكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر التصويت عن بعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي شارك للإمارات ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية. المجلس الوطني الاتحادي يقدم منذ تأسيسه نموذجا وطنيا رائدا في التعامل مع الحاضر وصياغة التوجه نحو مستقبل مستدام، حيث نجح المجلس خلال 51 عاما في دعم مسيرة العمل الوطني ورفضها بالأفكار والمقترحات البناءة. المزيد في التقرير التالي. جسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972 نموذجا وطنيا رائدا في تبني نهج الشورى القويم وتعزيز المشاركة الحقة في عملية صنع القرار الوطني وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة العمل البرلماني. ويطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور مهم في دعم مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة لدولة الإمارات في ظل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وتلخص إنجازات المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه وحتى الجلسة 12 التي عقدها في تاريخ 30 مايو 2023 من دور انعقاده العادي 4 من فصله التشريعي 17، فلسفة التطور السياسي في الإمارات بشكل جلي، وهي فلسفة تنطلق من إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التطور عملية مستمرة، مما كان له أبلغ الأثر في حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها واحة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتوافق الوطني. ويشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله في خطابه بمناسبة اليوم الوطني 34 للاتحاد في عام 2005 نقطة تحول رئيسية في مسيرة المجلس الوطني والمرجعية الأساسية لانتخاباته، حيث أرسل برنامج القواعد العملية لتفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة.
افتتح اليوم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2023 الدوحة تحت عنوان إرث وأثر أبوابه أمام الجمهور، ويقدم الجناح رحلة متعددة الحواس تروي قصة الإرث الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في مجال البيئة والاستدامة. مفدنا إلى الدوحة محمد عبد الكريم والتفاصيل. تحتضن دولة قطر الشقيقة معرض إكسبو الدوحة 2023 بحلته الاستثنائية التي يجسدها المعرض بوجوده لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتد هنا على مساحة أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الرقعة الخضراء. وهنا تتواجد الإمارات بجناحها الذي يعكس ريادتها في مجال الأمن الزراعي والحفاظ على الموارد البيئية من خلال محطاته المختلفة. اليوم بحمد الله وفضله تم افتتاح جناح دولة الإمارات المشارك في هذا المعرض تحت عنوان إرث وأثر، والذي يروي إرث دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الزراعي، وكذلك إنجازات الرواد الحالمين الذين يساهمون في الأمن الغذائي واستدامته من الماضي إلى الحاضر ونحو المستقبل. يقدم الجناح لزواره تجربة غنية بالمعلومات تكشف عن عمق العلاقة بين شعب دولة الإمارات والبيئة الطبيعية، ويضم الجناح 6 تجارب سردية تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن بدءا من الحالمون الأوائل وإنجازات الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، عبورا إلى أرضنا وحرثنا ووصولا إلى إنجازات الحالمين اليوم وإرثنا. إن جناح دولة الإمارات يروي قصة نجاحنا في انسجامنا المتناغم بين أرضنا وبحرنا وإرثنا الزراعي، وكذلك نتطلع بأن يكون جناحنا منصة لتبادل الأفكار والحوارات التي من شأنها أن تعزز الاستدامة في الأمن الغذائي والمائي. كما يضم جناح دولة الإمارات حديقة واسعة تقدم للضيوف الفرصة لاستكشاف النباتات المحلية وغير المحلية الموجودة في دولة الإمارات. تضم الحديقة والبيت الزراعي 65 نوعاً وأكثر من 6000 شتلة، كما تسلط الحديقة الضوء على النباتات التي ساهمت في تعزيز حياة أسلافنا والتي تساهم اليوم في تحقيق أهدافنا من أجل مستقبل مستدام. تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل ينطلق معرض إكسبو الدوحة 2023 كواحد من أكبر معارض البستنة على مستوى العالم، وتشارك دولة الإمارات بموروثها الكبير في مجال البيئة والاستدامة الزراعية وجناحها الملهم بالتجارب والمحطات الغنية. لمركز الاتحاد للأخبار محمد عبد الكريم، إكسبو الدوحة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في أخبار العالم. كييف تؤكد إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة، وموسكو تؤكد صد 7 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في أخبار العالم. قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، وأضاف أن معظمها استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبرو بيتروفيسك. وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية قد قالت في وقت سابق إن الهجمات استمرت أكثر من 3 ساعات الليلة الماضية. وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبرو بيتروفيسك إن الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة. بالمقابل أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية ألكسندر سافتشكوك لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم أن وحدات المجموعة القتالية صدت 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة 12 أزوف في اتجاه كراسني ليمان، وأنها كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا. وأوضح سافتشوك أنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة، كما وأضاف بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مستوطنة كريمينايا في جنوب لوغانسك أو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
أعلنت وارسو وكييف اليوم الاتفاق على تسريع نقل صادرات حبوب أوكرانية عبر بولندا إلى دول ثالثة في خطوة أولى نحو تسوية حرب الحبوب بينهما. وتعني الاتفاقية الثلاثية بين بولندا وأوكرانيا وليتوانيا أن صادرات الحبوب المرسلة إلى أسواق في إفريقيا والشرق الأوسط خصوصا ستتوجه مباشرة عبر بولندا بدلا من إخضاعها لإجراءات تدقيق على الحدود الأوكرانية البولندية. وبسبب مسائل لوجستية بدأت الحبوب تتكدس في دول أوروبية مجاورة. ورغم إعلان بروكسل رفع القيود، مددت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر ما تسبب بخلاف دبلوماسي بين كييف وحلفائها. في موضوع آخر، صدق البرلمان الأرميني اليوم على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة. وكان الكرملين اعتبر الأسبوع الماضي أن عزم أرمينيا المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية معاد جدا لروسيا. وبنتيجة مداولات سريعة صدق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22. وقبيل التصويت أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأرميني يغيشا كيراكوسيان بأنه يتم توفير ضمانات إضافية لأرمينيا في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان بحسب وصفه. في سياق متصل، قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن عاصمة ناغورنو كاراباخ لم يبقى بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، واصفا الشوارع الخالية بأنها سريالية. وقال ماركو سوتشي رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رابط فيديو من عاصمة كاراباخ إن المدينة أصبحت الآن مهجورة تماما. وأضاف كذلك أن المستشفيات لا تعمل والأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة واصفا المشهد بأنه سريالي تماما. إلى ذلك، كررت الولايات المتحدة دعوتها إلى تشكيل بعثة مراقبة دولية في ناغورنو كاراباخ بهدف ضمان حق العودة لعشرات آلاف الأرمن الذين فروا في الإقليم الانفصالي السابق. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين الدعوة إلى تشكيل بعثة مراقبة دولية ومستقلة بهدف طمأنة السكان وضمان حق وأمن جميع من يرغبون في العودة إلى الإقليم. وأضاف أن أذربيجان أعطت ضمانات في هذا المعنى، فيما ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على اتهام أرمينيا لباكو بارتكاب تطهير عرقي في كاراباخ. حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هربا من الحرب في السودان يواجهون الجوع الطارئ، مع بقاء 90% من الأسر لأيام بدون وجبات. وأجبر الصراع العسكري الدائر حاليا في السودان قرابة 300 ألف مواطن من جنوب السودان على العودة إلى ديارهم في الأشهر الخمسة الماضية بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأثرت الأزمة خصوصا على الصغار، مع معاناة 20% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية. أطلقت تركيا صباح اليوم عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني في 18 ولاية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن العملية تنفذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، وأنها أسفرت حتى الآن عن توقيف 90 مشتبها به. وأفادت الأناضول بأن العملية الأمنية تأتي بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم. انطلقت مناورات بحرية سنوية بين الولايات المتحدة والفلبين بعد أيام من الخلافات أو الخلاف الدبلوماسي الأخير بين مانيلا وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي. ويشارك أكثر من 1000 من القوات البحرية من البلدين في التدريبات السنوية في جزيرة لوزون الرئيسية في الأرخبيل. وأفاد مسؤولون في البحرية الأمريكية أن مدمرة الصواريخ الموجهة USS ديوي ستشارك في هذه التدريبات التي تستمر 12 يوما، بالإضافة إلى سفينة ذخيرة وشحن وطائرة مراقبة بحرية من نوع B-8 بوسايدن.
معرض ومؤتمر أديبك 2023 يواصل أنشطته في أبوظبي في يومه الثاني بمشاركة كبار قادة قطاع الطاقة العالميين والأطراف الفاعلة والمعنية في هذا المجال، مستهدفا تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية وبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية. تفاصيل في التقرير التالي. حشود كبيرة تواصل بحثها في كشف تقنيات المستقبل واستكشافها في جميع أجنحة ومحطات معرض أديبك. حضور كبير في اليوم الثاني عنوانه الرئيس خفض الانبعاثات معا أسرع، وشركات وطنية تفرض حضورها بقوة بإنتاجات حديثة. تمتع مشاركتنا في أديبك مشاركة جدا مميزة، بحيث تم الإعلان عن أول محطة تعبئة هيدروجين للسيارات الخفيفة. هي محطة تدمج ما بين إنتاج الهيدروجين وتعبئة السيارات الخفيفة. المحطة بتتم على مرحلتين، المرحلة الأولى في إكسبو في دبي، والمحطة الثانية بتكون في أبوظبي مصدر. طبعا هذه أول محطة من نوعها، بحيث أن نعبي السيارات في غاز الهيدروجين بثلاث دقائق فقط، وهذه طبعا تعطينا الفائدة من الغاز الهيدروجين بدلا عن شحن السيارات في عن طريق الكهرباء، واللي تأخذ طبعا ساعات ودقائق مطولة. واجهات ومشاريع تنشر من ابتكاراتها مستقبل موارد الطاقة في الإمارات وعالميا، وستكون أرض الدولة فاعلة في هذا المجال. تماشيا مع رؤية الإمارات 2050 ومع عامل استدامة، حاليا شغالين على مشروعين. الميثان ديتكشن سيستم يعمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وبيكون مشارك مع احد شركائنا. المشروع الثاني اتفاقية مع أدنك لمدة 7 سنوات، هو الحفر الأفقي، يعمل على ترشيد استهلاك النفط. خطوات ثابتة تقودها الإمارات نحو نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة. شركات وطنية تتصدر المشهد في أديبك، مقدمة الحلول المستقبلية المستدامة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل وتمكين الانتقال إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. من مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات أديبك، لمركز الاتحاد للأخبار، مهدي سليمان. في إطار جهوده الرامية إلى مواجهة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالدولة على جمع وتحليل البيانات الخاصة بنمو الأطفال دون سن 5. واستهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام في دبي تطوير النظام الموحد لحصر البيانات على المستوى الوطني من خلال تدريب المشاركين على دراسة الوضع الحالي لبيانات التغذية الخاصة بالأطفال تحت سن 5 وتحليلها والمساهمة بوضع حلول للتحديات في حال وجودها. كما شهدت الورشة مناقشات حول بيانات التغذية الوطنية في دولة الإمارات والتقدم المنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التغذية العالمية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة. إلى اللقاء.